كده احداث كتيره جدا فيما يخص كل الانديه المصريه في التوقيت الحالي، ومع انطلاقه الجوله الثامنه من الدوري المصري ممتاز. تابعنا امبارح مباراه النادي الاهلي وحفاظه على المستوى الكبير اللي بيقدمه مع مديره الفني السويسري ريني فايلر. على الصعيد الاخر نادي الزمالك، وبعد تذبذب كبير في الاداء على مدار ماتشات كتيره جدا، تمت الاطاحه بالمدير الفني السربي ميتشي، وتولى القياده الفنيه الفرنسي باتريس كارتيرون اللي ماشي بثلاث مباريات بنتائج جيده جدا طمن بيهم جماهير نادي الزمالك. الشكل العام كده ومنتظرين ايه في الفترات اللي جايه من اللاعبين والاجهزه الفنيه؟ هيكون منورني في هذه الفقره الكابتن حسين امين لاعب النادي الاهلي السابق ونجمه والمدرب العام لفريق ام بي السابق. منور الدنيا يا كابتن. منور بيك. سعيده بوجود حضرتك. انا متشكر. قبل ما نتكلم بقى عن الاكشن اللي حصل في الدوري، نتكلم شويه كده، حضرتك دلوقتي فين وفين في الساحه التدريب يعني؟ والله انا على الساحه الكرويه، انا قاعد في البيت دلوقتي. مش مشكله. لا مفيش حاجه، هي كده، هي التدريب كده شويه كده وشويه كده، فانا في راحه دلوقتي. الحمد لله بيتي ام بي، انا لو عايز ادرب فيه في اي وقت هدرب في قطاع الناشئين، بس انا الحمد لله يعني انا تخطيت الخطوه دي و بدرب في الدوري الممتاز. الحمد لله يعني بقول ان ام بي ان شاء الله راجع. ام بي حبه في قلوبنا كبير قوي. كابتن حلمي الحمد لله راجل على خلق وعلى درايه باللعيبه بتاعت مصر، ويقدر يعدل المسار بتاع ام بي. والحمد لله احنا شفنا ماتشين كويسين قوي قدر يرجع بيهم، والفرقه بدات يبقى هو متحكم فيها وبدا يعرف مفاتيح الفرقه بتاعت ام بي. طيب يعني ممكن يكون ايه سبب اختلاف شكل فريق ام بي من كابتن علي ماهر في اول الجولات والكابتن حلمي طولان؟ حاسس ان الكابتن حلمي طولان قدر سريعا، وكمان كان في توقف حصل من توقف الدوري وبعديها توقف دولي، ممكن كمان ده كانت فرصه للكابتن حلمي طولان يوطد كده العلاقات الفنيه مع اللاعبين. طبعا الحمد لله ان الكابتن حلمي جه في فتره التوقف دي، ادته كتير قوي ان هو يعرف الفرقه ويشوف الفرقه ويعرف مفاتيح الفرقه. يعني عايز اقول لك حاجه، النجاح فرقه الكوره 70% على لعيب الكوره. بس ازاي نعرف مفتاح اللعيب ده ونخش له منين؟ كابتن علي ممكن صغر السن برضه، فمديله مع اللعيبه ممكن يبقى في صحوبيه شويه، في يعني فرق السن برضه بيفرق. بس دي حاجه حلوه ولا لا؟ هو حاجه حلوه كويسه جدا. بس ممكن الكيمياء ما تمشيش، ممكن المفتاح بتاع الفرقه ما يمشيش. فرقه انبي فرقه عامله زي اسره. يعني احنا لما كنا بنشتغل مع انبي في اسره، في كيان كده تحسي ان هو انت مش فرقه كوره، لا انت في اجتماعيات كتيره قوي في الفرقه، واللعيبه صحاب كتير قوي، يعني في تجانس بينهم وبين بعض، ممكن ينجحوا مدرب ويفشلوا مدرب. فالكابتن حلمي ممكن ينجحهم مدرب ويفشلوا. أيوة. مدرب بمزاجهم. أيوة. ولا لا مش بمزاجهم. لا لا بتشوفت لا لا. شفت ده يا كابتن قبل كده ولا لا؟ اكيد يعني اكيد شفنا يعني. اصل في ساعات لعيبه بتعملها بمزاجها. اكيد اكيد، بس ما اعتقدش ان لعيبه ام بي. لا اكيد، لا لعيبه ام بي لعيبه محترمه طبعا. انا دربتهم ودربتهم من الناشئين كمان يعني. يعني رامي صبري ده كان معايا من وهو عنده 17 سنه. لا احنا الحمد لله في تربيه كويسه قوي للولاد، هم اجتماعيين قوي مع بعض. برضو هي في مشكلة كبيرة قوي ان اللعيب عندنا بيقعد كتير قوي، يعني احنا اللعيب عندنا معمرة. رامي صبري من 17 سنة ل 30 سنة هو موجود في انبي. دي مشكلة حضرتك بتقول عليها؟ انا بقول انها مشكلة. ليه؟ ان هو ممكن يروح بره ويرجع تاني انبي، مفيش مشكلة. طب هو ليه ما بيروحش؟ دوام، لا دوام اللعيب فترة كبيرة قوي كده، هو خد على النظام وخد على الـ يحصل ركود كده. بيحصل. ايوه زي الموظف بالظبط لما يكون بيشتغل وتلاقي شغله قل شويه لانه هو خلاص ده بيته. لا انا يعني وجهه نظري ان لعيب يقعد 3 4 سنين ويخرج ويرجع تاني مفيش مشكله. طب ده بسبب بيحصل فيه بالظبط، ده سبب ارتباط اللاعبين بالنادي ولا يعني اللاعبين هم مش بيجي لهم عروض ولكن هم بيفضلوا الابقاء؟ طبعا رامي كان جاي له النادي الاهلي. يعني ثلاث ارباع لعيبه مصر لو بصيتي عليها في انديه الدوري الممتاز من انبي. مجدي قفشه،
علي لطفي، كهربا، حمدي فتحي، كهربا، صالح جمعه، وعبد الله جمعه. لا، انبي ثلاث ارباعها لعبتها منتشره في كل الانديه. هو لو رجع ورجع بالنجوميه بتاعته هيفيد فرقه انبي كتير قوي. طيب نتكلم عن اسامه جلال، بما اننا دخلنا بقى في انبي، واحد من اللاعبين الصغيرين تالقوا بشكل كبير جدا مع منتخبنا الاولمبي في النسخه اللي فاتت من البطوله، وتاهل لطوكيو 2020 مع كتيبه الكابتن شوقي جريد. اسامه لعيب كويس قوي برضه، زي ما بقول لك كده، هو متربي في انبي. بس انا شايف ان هو دلوقتي مش صح ان هو يسيب الفرقه. تمام، يعني الاخبار اللي بتنص ان هو قريب من النادي الاهلي كانت في وقت فات، بس ما فيش حاجه قالت ان هي جاده يعني بشكل رسمي. انا رايي انا كحسين امين ان اسامه لسه له سنتين كمان يدي انبي فيهم الاول، هيبقى نجم اكتر من كده، هيبقى معروف اكتر من كده. هما الولاد طبعا انت عارفه النادي الاهلي نادي كل اللي بيروحوا بيروح منتخب مصر، فهم طبعا هو لعيب منتخب. فهو مش محتاج دي، محتاج ان هو النادي يستفيد منه سنتين. انا لو في الاداره هعمل كده، لا هسيبه سنتين في النادي لغايه ما يكبر ويبقى كويس قوي، وبعدين هبيعه اكتر من السعر اللي هو جاي لي بيه دلوقتي. ولا ولما يرحل يبقى ضامن المشاركه اكيد، علشان برضه دلوقتي هيقعد بره. ما هي دي المشكله، احنا ده اللي احنا مش عايزينه يحصل مع اي لعيب من نجوم منتخبنا الاولمبي، ان هم اللي خلاهم متالقين كده بالشكل ده ان هم بيشاركوا مع انديه في الممتاز، حتى لو مش الانديه الكبيره والجماهيريه قوي. أيوة. ولكن رجليهم في الملعب. وانا معاكي. يبقى احنا متفقين. كل التوفيق اكيد لاسامه جلال وكل نجوم منتخبنا الاولمبي، ان شاء الله كده في خطواتهم اللي جايه تكون ماشيه بشكل جيد يا رب. طيب نتكلم بقى شويه عن الاهلي، نبدا بالاهلي. نتكلم عن الاهلي. الاهلي لعب امبارح مباراه كان البعض بيصنفها ان هي هتكون من المباريات الصعبه. كابتن طارق العشري دايما بيكون منافس صعب لاي فريق من الانديه الكبيره يعني. طيب انا في الاول هشكر طارق على اللي عمله امبارح. عمل ماتش تكتيكي عالي قوي. طارق ده اسلوبه، انا اشتغلت مع طارق الحمد لله حققنا مركز ثالث معاه. ولولا توقف الدوري سنتها قعد 50 يوم كنا خدنا الدوري، لان احنا كنا متربعين على صداره الدوري في السنه دي. طارق مدرب كويس قوي، انا اتعلمت منه الحته الدفاعيه دي. انا ما كنتش كمدرب ما كنتش مقتنع بالفكر الدفاعي، لا الدفاع احسن وسيله للهجوم. طارق بيلعب في 20 متر من الملعب، لو حضرتك شفتي الماتش اكيد هتلاقي ان لعيبه الكره مرصوصه في 20 متر من الملعب. انا طبعا من هنا بشكر لاعبته، بشكره هو بالذات هو والجهاز بتاعه. وبشكره ان هو ان انا شرفت ان انا اشتغلت معاه، وان هو علمني حاجه، ودي مش عيب ان انا اقول خالص، دي حاجه مشرفه. فانا شايف ان النادي الاهلي خد من الماتش اللي هو عايزه 3 بونت، بس النادي الاهلي لازم يراجع نفسه في الماتشات الصعبه اللي هتبقى تواجهه بالطريقه دي، لان ممكن يخسر بنقط كتيره قوي عن طريق اللعب الدفاعي. لو حد عنده حلول هجوميه مع الدفاعيه دي أيوة هيقدر ممكن يخسر كمان الماتش، لان النادي الاهلي الدفاع بتاعه يعني انا كنت حاسس امبارح ان هو ممكن يخترق في اي وقت. ولو في سرعات اكتر من كده او في شغل تكتيكي هجومي اكتر من كده اتعمل على النادي الاهلي، كان ممكن النادي الاهلي يخسر. طيب قرايه ريني فايلر من وجهه نظر حضرتك فنيا للمباراه، مدى سرعتها والتغييرات اللي هو بيقدر يقدمها مع الفريق في من خلال قرايته للقطع؟ والله انا شفت امبارح ان هو غير كويس قوي. هو نزل هاني وحطه في ناحيه اليمين، وودى احمد فتحي ناحيه الشمال، لان اطراف الملعب بتاعته ما كانتش شغاله. هو كان عايز يشغل اطراف الملعب، بس هو كان الزياده العدديه بتاعته جوه ال 18 هي اللي قليله. هو كان شغال بس 50% من اطراف الملعب. وما كانش هيجي جون الا بحاجه كده عشوائيه. هي مش عشوائيه طبعا من السوليه، لا هو شايط وحاطط وش رجله في الكوره، بس كوره مش جمله وكمان فيها توفيق قوي ان هي تيجي في رجل الراجل وتعدي الجون. يعني لو الجون جايه له مباشره الكوره هيمسكها بكل سهوله. انما هي الكوره اللي حصل ان هي خبطت في حد قبل ما تروح له، عشان كده غيرت اتجاهها. فالنادي الاهلي لازم يعمل حسابه ان هو لازم يغير الطريقه بتاعته،
ولازم فايلر يشوف حلول من اطراف الملعب، لان هي دي الحلول اللي هتخليه يشتغل. لو اشتغل ب 80 100% من اطراف الملعب زي ما كان شغال اول 5 ماتشات. طيب لما بنتكلم عن احمد فتحي، البعض بيشير الى ان احمد فتحي، ودي سنه الحياه، انه ممكن يكون كبر في السن ولازم يكون في اجيال بتستلم من بعده الرايه، ولكن بيبقى على الصعيد الفني احمد فتحي اهميته مع النادي الاهلي وايضا مع منتخب مصر كجوكر كره القدم المصريه في التوقيت الحالي مهم جدا. رؤيه حضرتك ان لسه احمد فتحي قادر يقدم، يعني امبارح في مباراه زي دي لما يتم الدفع بيه مع اصابه محمود ووحيد وخروجه من الملعب كباك رايت وهو كباك لفت وهو اصلا باك رايت، وفي مباراه اللي قبلها امام النجم على ارض النادي الاهلي يتم الدفع بيه كمساك بدلا من الدفع بياسر ابراهيم أيوة. مثلا فهو بيستغل بشكل كبير جدا، ولكن لسه النادي الاهلي مأجل مثلا عليه. معتمد عليه، ولكن في نفس الوقت انا اقول لحضرتك بيقول برضو احنا مش هنجدد مثلا 4 سنوات. احمد من اللعيبه اللي هي تقدري توظفيها في اي حته في الملعب، ودي ميزه كويسه قوي للمدرب يبقى عنده لعيبه بالشكل كده. ده 2-3 بالشكل ده يحلوا له مشاكل كتيره قوي. احمد يعني نقول قدامه سنتين ممكن يأدي فيهم. أحمد ينقل النادي الأهلي في ماتشات كتيرة بينقلها بطريقة كويسة قوي. المفروض أنا من دلوقتي بعتمد على محمد هاني وأديله ماتشات كتيرة وأساعد محمد هاني إن شاء الله حتى يعني يبقى فيه تبديل وتوافيق زي اللي بيعملها كلوب مع الفرقة بتاعته ليفربول، يعني يبقى فيه راحة لأحمد إن هو ما يلعبش كل الماتشات عشان يقدر يأدي 100% من إنتاجه في الماتش اللي بيلعب فيه. فأحمد حاجة كبيرة طبعا للنادي الأهلي، وهو حماسي قوي وبينقل الحماس ده للعيبة بتاعته. النادي الأهلي فقد حمدي فتحي، حمدي فتحي لعيب كويس قوي جدا، ويمكن كان حمدي عنده مشكلة معانا إن هو ما كانش بيزيد لغايه ال 18، وكنت انا بطلب منه ان هو يزيد لغايه ال 18 ويشوط لان رجليه تقيله قوي ويلعب دماغه كويس قوي. فدلوقتي هو بيعمله في النادي الاهلي وعمله مع منتخب مصر، سجل وبدا يسجل اهداف. دي حقيقه. فالفكره ان لعيب الكوره ممكن بيفكر بطريقته هو، انما المدرب لما بيجي يقول له حاجه المفروض يتبعها ويشوف هتجيب اثرها ولا لا. فالحمد لله انا اتبسطت جدا لما شفت حمدي بيعمل في النادي الاهلي الدور اللي انا كنت عايزه يعمله في انبي وما كانش بيعمله. بتمنى له التوفيق والرجوع بسرعه ان شاء الله يا رب، عشان هو اضافه كبيره لينا اكيد. طيب هسال حضرتك عن دعم النادي الاهلي او تدعيمات النادي الاهلي في شهر يناير، كان في بدايه او في منتصف كده الموسم انباء عن التدعيم في خط الهجوم، بعد كده كان في خبر لسه بقوله في بدايه الحلقه ان لجنه التخطيط هتكون بتحاول في التوقيت الحالي، اكيد القرار النهائي هيكون للمدير الفني ريني فايلر، ولكن بتحاول تقنعه ان يتم التدعيم بمدافع وليس بمهاجم، لان هو في مهاجم نيجيري معين هو حابب يحصل على خدماته عشان يدعم بيه صفوف النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج مهاجم ولا مدافع؟ انا سمعت الخبر منك وانا مع اللجنه بتاعه النادي الاهلي ان هو لازم يدافع يدعم الدفاع بتاعه. هو طبعا كانوا باصين لاسامه، دلوقتي بتقولي احمد حجازي. احمد حجازي طبعا اضافه كبيره للدوري المصري. اكيد احمد حجازي رجع تاني، هيرجع تاني للنادي الاهلي هيبقى اضافه كويسه قوي. النادي الاهلي محتاج في الحته دي، مش محتاج هجوميا. الاهلي محتاج ان هو يوظف اللعيبه بتاعته اللي معاه هجوميا كويس. يعني انا عندي صلاح محسن وعندي مروان وعندي ازارو وعندي اجاي، فالاربعه دول ممكن يوظفهم كويس قوي. التحركات بتاعه اجاي وازارو مش كويسه قوي على الجون في ال 18، انا ممكن اعدل القصه دي معاهم، انا كمدرب اعمل لهم تدريبات تخصصيه. عنده مروان محسن وعنده صلاح محسن، لا انا مش شايف ان هو يحتاج سنتر فيرود، يحتاج الدفاع اكتر. اوكي طيب ايه المراكز التانية اللي ممكن كمان حضرتك حابب تشوف فيها تدعيم، ولا حاسس النادي الاهلي كده؟ لا النادي الاهلي مع تدعيمات يناير كده مفروض. لا احنا عايزين احنا عايزين احنا شويه تدعيم. طيب كهربا، واكيد حضرتك على معرفه بشكل كبير جدا بمستوى كهربا منذ كان في صفوف فريق انبي. كهربا ايه اللي اتغير فيه فنيا من متابعتك ليه؟
كهربا هو كان معانا في انبي طبعا وناشئين انبي بعد الاهلي يعني. كهربا انا مش عارف هو بيتصرف تصرفات غريبه شويه، بيعمل عداوه في كل حته. يعني انا شايف ان هو يركز في الكوره اكتر. كهربا عنده امكانيات عاليه جدا 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 في الكوره. وحضرتك شفتي هو في الزمالك عامل ايه وكان شغال ازاي. طب. وكان في انبي شغال معانا كويس قوي. انا اتمنى ان هو يتفرغ للكوره بس ويلعب للكوره، هيبقى قد كده مرتين ثلاثه. كهربا هيفيد النادي الاهلي كويس قوي، هيسحب النادي الاهلي كويس قوي وهيوصله للجون كتير، بس هو عايز تركيز على الجون. حضرتك مع كهربا ان هو يكون الدفع بيك كجناح ويكون بيبدل مع رمضان صبحي في هذا المركز، ولا يتم الدفع بيك كسترايكر؟ كهربا بيلعب الحتتين بس بيدي في كهربا بيدي في طرف الملعب اكتر. بس لو هيبقى على حساب رمضان برضه، رمضان تقيل جدا يعني. انا بقول وكهربا ما بيلعبش ناحيه الشمال، هو ناحيه بيلعب ناحيه يمين. بيلعب في نفس الناحيه مع رمضان ناحيه على كجناح شمال، والناحيه الثانيه يبقى في حسين الشحات. ولكن كده كده دلوقتي بنتكلم ان الاجنحه بقت بتتحرك. ما بقاش في يعني مش هي دي الكره دلوقتي الحديثه. لو هيبقى على رمضان على حساب رمضان، لا انا شايف ان رمضان كويس تمام. ولكن هل حضرتك شايف ان ممكن فكره احتراف رمضان مع نهايه اعارته في هذا الموسم هي اللي خلت النادي الاهلي يكون بيسعى سريعا لحسم صفقه كهربا؟ ممكن ممكن ده احتمال وارد كبير قوي، لان رمضان مقدم ماتشات مع المنتخب الاولمبي كويسه قوي. رجع يلعب زي قبل ما كان يسافر انجلترا لما كان مع النادي الاهلي. يا رب انا اتمنى ان رمضان يسافر ويحترف، لان ده بيزيد من ثقل منتخب مصر بكل تأكيد. لما يبقى رمضان ومحمد صلاح موجودين في منتخب مصر تبقى حاجه جميله قوي، وحاجه نستفيد منها احنا كمنتخب مصر. طيب حضرتك كنت بتتكلم ان كهربا يعني مثير كده للجدل في الانديه لما بيروحها. ايه كهربا، ايه بصمته مع فريق انبي لو في حاجه بره الكوره يعني؟ لا يعني كهربا ما قعدش كتير قوي معانا، لان كان طارق العشري هو اللي ماسك، وكان حصل برضو مشاده كده عصبي يعني ولا هو هو كهربا يعني هو يمكن دلوقتي السن كبر بيه، فهو بدا يهدى شويه اكتر. بس انا بطالبه باهدى من كده. يعني هو اسلوبه كده يعني، بس انا نفسي يعدل الاسلوب بتاعه ده، لانه هو لعيب كويس قوي وعلى اخلاق كويسه قوي وابن بلد طيب يعني. طيب بس هو عصبي ممكن بطبيعته. فهي العصبيه دي ممكن تبقى من خلال الـ 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 المكان اللي هو فيه، من خلال العيشه بتاعته البيئه بتاعته. فكهربا وانا اعرف والده، والده محترم جدا ومساعد كهربا في كل حاجه. بس يعني انا نفسي كهربا يلتفت للكوره، هيدي انتاج اكتر من كده وهيفيد منتخب مصر اكتر من كده. ولكن بكل تاكيد حضرتك شايف تاثيره مع النادي الاهلي هو ليه مكان، ومكان هيكون بيشارك من خلاله اكيد كرتك. هو في النادي الزمالك عمل طبعا وعمل كويس قوي في النادي الزمالك، ولكن كان مكانه محفوظ، كان مكان كهربا بتاعه لوحده. النادي الاهلي هيبقى محتاج ان هو يجاهد شويه، عشان كده بقول لك ان هو لازم يتفرغ للكوره شويه. النادي الاهلي غير نادي الزمالك، النادي الاهلي مش هيلاقي مكانه لو هو بقى وحش، مش هيصبروا عليه. او حصل منه اي مشكله، النادي الاهلي مش هيصبر عليه. النادي الاهلي في منظومه، والمنظومه شغاله صح، فهو لازم هيلتزم بنظام النادي الاهلي. طيب. ولازم يؤدي في النادي الاهلي. حضرتك اتكلمت من ناشئي فريق انبي، صالح جمعه وعبد الله جمعه، اتكلمت عنه. ايه الفرق ما بين صالح وما بين عبد الله من هم ناشئين؟ لا الفرق كبير، كان باين يعني ان لا صالح في بوزيشن وعبد الله في بوزيشن لا خالص. غير كده بتكلم كشخصيات. الشخصيتين طيبين قوي. انت عارفه العرب بتوع غزه هم من هناك. اتفضل.
الشخصيتين زي بعض، هما طيبين قوي وعلى سجيتهم قوي، بيحبوا الكرة قوي. عبد الله صالح، عبد الله وصالح جايين وهم عندهم 10 سنين نادي. فهم اتربوا في انبي، لعيبه كويسه قوي. طبعا صالح بيتميز ان هو بلاي ميكر، موهبه بقى. وصالح لو عنده سرعات اكتر من كده كان بقى لعيب عالمي. عبد الله مختلف، عبد الله بيعافر شويه، مدافع شويه. هو لعب باك ليفت، بس انا ما اعرفش هو لعب باك ليفت ليه، هو ما كانش باك ليفت، هو كان هاف. ايوه بس حضرتك، بس كان طرف ملعب. ايه ادى ولا حضرتك ما كنتش مع الفكره؟ لا انا شايف ان هو برضو هاف احسن من باك. بعد الموسم اللي قدمه السنه اللي فاتت مع الزمالك، اصل عبد الله ما عندوش طول، الكور العاليه هتبقى مشكله. ولكن كمان كابتن محمد عبد الشافي في نادي الزمالك طبعا، وعبد الشافي ده ابن انبي، خلي بالك برضو. لا بس قصدي يعني في مش دايما اللعيبه في كباك رايت او باك ليفت بيبقوا طوال، يعني كابتن محمد فتحي، كابتن محمد هاني، يعني معلش عادي. بس يعني انا هقول لك حاجه، هو لو وقف في ضربه ركنيه هنبقى محتاج طول برضو. الرجل وفتحه الرجل مع واحد طويل ممكن يسبقه. تمام، تكنيكال يعني، حاجات تكنيكال يعني. بس هو أدى باك ليفت كويس يعني. قوي وحاجه جميله، وراح منها منتخب مصر. بس انا شايف ان هو هاف احسن، انا اعرف امكانياته اكتر. بالظبط. طيب انا بتكلم بقى عن اختلاف الشخصيات. هل كان حضرتك شايف ان يعني اكيد في سيناريوهات كانت بتوضح ان الكل، الناس اللي بتحب الكوره زعلانه ان صالح جمعه مش بيشارك، زعلانه ان صالح جمعه مش بيستمتعوا بتواجده داخل النادي الاهلي او حتى اي نادي اخر، تنبأت لده حضرتك؟ حسيت ان صالح كان من الاول كده عايز حد يشد عليه وهو من هو صغير، ولا دي حاجات اكتسبها مع الوقت؟ يعني انا بقول برضو هو يمكن قعدتهم لوحدهم وهم في السن ده ادتهم برضو شخصيه ان هم يفرضوها على الناس او يتحكموا فيها بيها، او ما يبقاش ليهم يعني مرجعيه الا مدرب كوره. فصالح برضو اخطا كتير قوي في حق نفسه قبل النادي الاهلي وفي الانديه اللي راح فيها قبل كده. صالح لعيب كوره كويس قوي، وبرضو لو ركز في الكوره هناخد منه في منتخب مصر لعيب كوره عالي المستوى ولعيب دولي. ده اكيد. فصالح هو برضو المشكله عنده، مش المشكلة عند حد تاني، لا عنده هو. أنا اللي أصلح من نفسي، أنا اللي أرجع تاني. والله برضو إحنا قلنا مفتاح المدرب، مفتاح الفرقة 70%. حضرتك قلت حاجة 70% على اللاعب، 70% على اللاعب و 30% على المدرب والإدارة. لا بس هو ما امتلكش مفتاح الفرقة. إحنا شايفين الزمالك كان مأدي السنة اللي فاتت إزاي. الزمالك كان بينافس على بطولة الدوري لآخر وقت السنة اللي فاتت. للأسف لما ميتشو جه ما دخلش في الفرقة كويس، النتائج وحشة. طبعا أكيد ما حدش هيصبر عليه، لأن الزمالك فرقة جماهيرية محتاج إن هو ينافس على الدوري، مش محتاج يبعد. الزمالك بعد شوية وممكن يرجع. أنا شايف إن كابترون الحمد لله كسب ماتشين ماشي كويس، ثلاثة لحد دلوقتي. لا في الدوري كسب، في الدوري ماتش وفي الكاس وفي ماتش الكاس. ماتشين في الدوري، انا بتكلم على الدوري عشان المنافسه. انا شايف ان هو بدا يعيد للنادي الزمالك استقراره. مع الوقت هتلاقي النتيجه من كارترون على الفرقه. اكيد اكيد لو الاداره ساعدته بشكل ما وعرف يوصل لمفتاح الفرقه، نادي الزمالك في اخر الموسم هينافس النادي الاهلي على الدوري. طيب كارتيرون انطلاقته يعني في مباراه بيراميدز، ممكن هي دي المباراه اللي كانت صعبه يتم الحكم عليها على المدير الفني بشكل افضل، رؤيتك الفنيه لادارته لهذا اللقاء؟ والله انت عارفه كارتيرون كان هنا في النادي الاهلي وكان في وادي دجله قبل كده وحقق نجاحات. يعني طبعا اي حد هيمسك النادي الاهلي حقق نجاحات، بس انا شايف ان هو مدرب كويس. لازم نصبر عليه عشان نشوف هو هيوصل لايه. الماتشين الاولانيين او الثلاث ماتشات اللي عملهم كسب،
فده حقق 100% منهم من النتائج بتاعته في الثلاث ماتشات. انا شايف ان لو اتدعم النادي الزمالك كويس قوي، هو في مشكله عندهم في الاصابات كتيره. لو النادي الزمالك اتدعم كويس قوي هينافس النادي الاهلي على الدوري، وكارتيرون هيفضل مع النادي الزمالك. بس يا ريت بس الاداره يعني تبقى في ظهره. طيب ايه التدعيمات اللي حضرتك حاسس ان نادي الزمالك محتاجها؟ لانه نادي الزمالك برضو عنده لاعبين كتير، ولكن ايه المراكز اللي عايز يدعم فيها؟ اعتقد نادي الزمالك مش محتاج نص ملعب. نص ملعب نادي الزمالك كويس قوي. اعتقد برضو ان خط الهجوم بتاع الزمالك فيه ناس على مستوى عاليين. يعني اعتقد ان الزمالك مش محتاج حد، محتاج اكتر استقرار. يعني انا في اعتقادي ان الفرقه بتاعه الزمالك فرقه مستقره، المفروض لو فيها استقرار اللي احنا بنتكلم عليه ده ومع مدرب شغال كويس لا يحقق من غير تدعيمات. طيب حتى خط الهجوم لنادي الزمالك بيتكلم انه ممكن يكون كابوجو كاسونجو قريب ان هو يعود من اعارته مره ثانيه لصفوف نادي يعني الزمالك. طب يعني قعد مصطفى لا مش قعد، بس انت بتتكلم ان نادي الزمالك بيشارك عنده كاس مصر وعنده الدوري وعنده دوري ابطال افريقيا، فلازم يكون عندك اكتر من لاعب في كل مركز نجم يعني علشان تبقى مريح في كل البطولات. عمر السعيد، عمر السعيد مش بيشارك بشكل اساسي، وخالد بوطيب يعني مش بيشارك. ما انا عشان كده بقول لك يعني الزمالك عنده وفره من اللعيبه وعنده اطراف ملعب كويسه قوي وعنده ساسي في نص الملعب بلاي ميكر ولعيب عنده فكر، ولعيب لما بيتشال من فرقه الزمالك تحس ان فرقه الزمالك ناقصه 50% منها. عنده طارق حامد بيدافع كويس قوي. يعني انا مش شايف ان في تدعيم في مركز الا ممكن يبقى يعني طب باك رايت، بس عنده حازم. طب انا هسال حضرتك سؤال على فكره ان ساسي لما بيتشال من الملعب بيتاثر مثلا نادي الزمالك، دي تعتبر حاجه مش جيده في لصالح اي فريق؟ اكيد طبعا. يعني نادي الاهلي لو في لاعب من وجهه نظر حضرتك لو اتشال يتاثر 50%؟ يعني انت بتتكلمي في ساسي، النادي الاهلي عنده مجدي. عنده بيتاثر النادي الاهلي؟ اكيد ممكن يتاثر طبعا. اكيد اكيد، بس النادي الاهلي عنده حلول تانية مثلا، بس ساسي هو اللي بيقدر يوجه فرقه النادي الزمالك. ما هو ده اللي بيخلي النادي الزمالك ممكن يكون محتاج بدلاء بنفس التأثير. ممكن محتاج بلاي ميكر بقى مثلا. يبقى بلاي ميكر مش راس حربه، عشان راسين الحربه اللي عنده ما يعودوش. طيب بنتكلم في عبد الله السعيد وانباء فيما تخص محاوله نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب في الفتره اللي جايه. يبقى هو اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنكمل البازل. يعني هو الزمالك محتاج كده مع ساسي، بس مين هتلاعب بيه يا ساسي؟ يبقى هتلاعبي الاثنين، هيبقى على حساب نص الملعب. فهي معادله. انت هتشيلي واحد من هنا ولا هتضيفي واحد هنا وتحطي طارق حامد لوحده؟ يعني انت لازم تقري الفرقه وتوصلي للفرقه بتاعتك ازاي تديريها وازاي. في واحد بيفشل هنا، مورينيو فشل. راح توتنهام النهارده بيكسب فشل مع مانشستر يونايتد. فهي هو ده الفرق، المدرب هو ده الفرق، ازاي يعرف يخش على فرقه ويعرف امكانياتها ويعرف هي عامله ايه. فدي بتديله كتير قوي من النجاحات. صعوبه مباراه النهارده على نادي الزمالك امام فريق طلع انا شايف ان الماتش مش صعب على نادي الزمالك. انا لو بدير المباراه دي هلعب من اطراف الملعب، لانه هيلعب بنفس طارق يحيى، هيلعب بنفس الشكل اللي لعب بيه طارق العشري. ماتشات دي تبقى صعبه ولا سهله على المدير الفني؟ اصعب ماتشات على المدير الفني الفرق الصغيره اللي هي بتادي دور دفاعي اكتر من الهجوم. انا بتكلم الماتشات دي على بالنسبه للكابتن طارق يحيى وهو عارف اللاعبين وقريب منهم وعارف طريقه اللعب، بتبقى ماتشات صعبه ولا فنيا سهله اكتر ان هو عارف امكانيات الفريق اللي قدامه؟ لا هي صعبه لانه بيواجه نادي الزمالك، ولكن تبقى دي كوره يعني منافسه شريفه. الكوره هي سهله، هي الكوره سهله، دفاع وهجوم، وانت بتعملي ايه عشان تحافظي على ده، وانت هدفك ايه من المباراه. اعتقد ان طارق هيلعب على الدرون وهيبقى عايز ان هو يطلع بتعادل. الزمالك عليه ان هو لازم يفتح الملعب ويلعب من طرف الملعب ويبقى فيه زياده عدديه
على ال 18 عشان لو اتردت كوره يبقى هو مستحوذ تاني. اعتقد ان لازم يلعب باثنين سنتر فراوده، بس التحرك السنتر فراوده في ال 18 لازم يبقى ايجابي ويفضل الناس اللي جايه عشان يعرفوا يجيب جون، لان النادي الاهلي لو ما عرفش يجيب الجون ده كان طلع الماتش درون منه بتاع حرس الحدود. انا شايف برضو ان ماتش الزمالك وماتش طلايع يشبه ماتش حرس حدود الاهلي. فلازم المدرب كارتيرون لازم يبقى عنده الحلول اللي من الاطراف ومن نص الملعب، وانه يبدا يسدد كتير على الجون. طيب نوصل كده بالكلام لمنتخب مصر. منتخب مصر زعلان منه قوي. زعلان منه؟ ناس كتير زعلان منك. انا برضو رايي في لعيبه منتخب مصر، الدفع بالمنتخب الاولمبي مع العناصر القويه في المنتخب الاول، ونبدا من دلوقتي نعد فرقه كوره تبقى محترمه وسنها صغير مع الخبرات اللي موجوده عندنا في المنتخب الاول. انا شايف ان ده الحل بتاعنا، لان خلي بالك احنا رحنا كاس العالم بصلاح، بنلعب بصلاح. طب صلاح لو اتلغى لازم يبقى عندنا حلول، يبقى تانية. عندك حلول. الحلول انا شايف ان الحلول ضعيفه بعيد عن صلاح مقارنه بصلاح. فلازم انت تستغلي الشباب دي الثقه اللي واخدينها من تحقيقهم للنتائج دي، وان هم رايحين الاولمبيات، في ان انا اختار 5 6 من الفرقه الكبيره واضيفها على الناس دي، ويبقى اجيب مدرب يعني مع احترامي لكل الناس، مدرب يبدا يعمل فرقه كوره، يعمل زي ما بنعمل في النادي، زي ما بيعمل في الانديه، تبدا تشتغل عليهم كويس قوي وتبلورهم في بعض، وتطلع منتخب مصر. عيب منتخب مصر انه يبقى بالشكل ده. احنا ما لعبناش حد. هو حضرتك شايف ان كابتن حسام البدري كان في ايده حاجات تانية يعملها في التوقيت ده، ولا كده كده التوقيت كان صعب؟ والله هو التوقيت صعب واللعيبه صعبه، القماشه صعبه. هي ليه القماشه صعبه؟ مش اللعيبه دي كلها نجوم المفروض يا كابتن؟ والله انا شايف ان هم نجوم وهو بيختار نجوم. بس خلي بالك يعني انا اول مره اشوف لعيب رقم 10 في منتخب مصر في مباراه انا ما بقاش عارف اسمه. طيب تخيلي انت بتلعبي ماتشات وفي لعيب رقم 10 اللي كان بيلبسه الخطيب كان يعني ولائي، ان انا مش عارف اللعيب ده اسمه ايه، عرفت ان هو لعيب في وادي دجله. طيب ده منتخب مصر؟ طب ما ده بيرجع ان المشكله، لا ما احنا بنتكلم برضو ان قبلها كان في مشكله كابتن حسام البدري مع فريق بيراميدز. ما ينفعش. وعدم الحصول على خدمات لاعبين. ما ينفعش، أنا منتخب، لا مدرب منتخب، أنا مدرب مصر كلها. ما ينفعش عادي لعيب ولا على حسابه هو. ترجع في الآخر نقول إن حسام مسك الفرقة اتعادل بيها ماتشين. صح ولا غلط؟ مع مين؟ جزر القمر وكينيا. كينيا على أرضنا. على أرضنا. يعني إحنا هنتأهل. مفيش مشكلة في التأهل، المشكلة في الأداء والقناعات اللي بيسيبها لنا نحكم بيها على منتخب مصر. طب إمتى ممكن فعلا نلاقي أصبح في حل لو محمد صلاح مش جاهز، مش متواجد، مش فايق، يعني يبقى عندنا حلول فنية تانية؟ عشان كده لازم البديل. أنا مدرب. بديل شخص ولا بديل خطة؟ لا بديل شخص وخطة. يعني محمد صلاح لما بيلعب احنا مش عايزين نعمل بديل شخص تاني يا كابتن. لا وخطه. لازم قلت كده وخطه. لازم خطه طبعا. اكيد اكيد. يعني بصي، لو حسام ما لقاش حلول يبقى يسيب المكان ويمشي. لازم يلاقي حلول. هو مدرب مصر كلها، مدرب لعيبه مصر كلها، عنده 2000 لعيب مقيدين في الانديه بتاعتهم. دول لعيبته، يقع عليه عبء الاختيارات.
اختار فرقة صح انسجموا مع بعض هيطلع انتاج كويس. ما عملش كده هيبقى العيب في المدرب. احنا ان شاء الله بنتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري يا رب، وكل الدعم ليه وكل الدعم لكل منتخبنا الاولمبي بعناصره اللي هتكون بتنضم. شايف قد ايه منهم يا كابتن يستاهلوا؟ يعني كام لعيب؟ بدون ذكر اسامي عشان ما حدش يزعل. ليه؟ انا شايف ان في 6-7 ممكن. طب ما نذكر اسامي يا كابتن. يعني رمضان كده كده بنتكلم فيه هيعود مره ثانيه. رمضان موجود هنا وموجود هنا. بالظبط، مصطفى محمد اكيد ليه مكان يعني ان شاء الله. موجود هنا وموجود هنا. مين تاني؟ اكيد يعني الديفنس لازم سرد باكين، عشان السرد باكين اللي بتوع المنتخب برضو اسامه اسامه جلال فهم صغيرين برضو بس انت محتاج حد كبار. ايوه محمود علاء واحمد حجازي موجودين. ما انا بقول لك مين تاني يروح يعني. لا طارق عندك كريم العراقي، احمد ابو حامد كويس. الحاج بتتكلم عن منتخبنا الاول. انت بتتكلم. لا انا بتكلم على 6-7 من المنتخب الاول. 6-7 من المنتخب الاول فقط. ان شاء الله تم الاختيار الافضل والاصلح ان هو يكون بيمثل منتخب مصر ويلبس تيشرت كده المنتخب، يكون عارف قيمتها كويس وعارف يعني ايه كوره بتفرح شعب كامل. ايوه هي دي. ودي نقطه كبيره قوي ان احنا اتنكدنا اسبوعين ورا بعض. محدش بيصدق ان احنا كده، محدش بيصدق الشكل بتاع فرقه منتخب مصر كده. فيعني نتمنى يعني يا رب اتمنى لحسام التوفيق اكيد وربنا يكرمه ولجهازه الفني. واتمنى الاختيارات تبقى كويسه ان شاء الله وتاهلنا تاهلنا مش بس بقى الامم افريقيا، احنا بنتاهل كاس العالم ان شاء الله هنتاهل. احنا امم افريقيا عايزين نكسبها وكاس العالم عايزين نروح عادي. بالظبط كده، بس هو ده النظام ان شاء الله. وبعدين فرقه محترمه يعني الله. انا حتى لو ما وصلتش لحاجة وعملت فرقة محترمة الناس تشكرني عليها على المدى حتى الطويل، بس كده هو ده تبقى خطة سواء على المدى القصير على المدى الطويل. أيوة. بس شايفين خطة. أيوة. ان شاء الله. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسين، نورت الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين امين المدرب العام لنادي الامبي السابق، نورت الدنيا وبشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل بعيدا بقى عن كرة القدم نتكلم كده عن رياضة انا شخصيا ما اعرفش فيها كتير، فانا هستمتع بهذه الفقره عشان اقرب منها اكتر. هيكون منورنا الكابتن محي زغلول مدير فني فريق الشرقيه للهوكي، والكابتن هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى فريق الشرقيه ايضا للهوكي. بعد هذا الفاصل خليكم معانا.